بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مزوهر نشكر الإخوة بموقع عريف ضياء الاستضافة يوم نشي النهار. أنا والاسمي هو الصمد يزيدية، رئيس المجلس الولائي للمجلس الأعلى للمسلمين في أرمانيا. المجلس الولائي تأسس في 9 مارس 2014 للسيد مسجد طارق بن زياد، والمسجد الولائي المجلس الأعلى تدرج المجلس يتمثل المؤسسات الإسلامية ديجان كوليمان، وشلنا رجلس الفرع للكين دي الولاية نهيسن. نهار قنا دي مسجد أبو بكر عرفنا الإخوان على الخير كممثل مجلس الولاية هيرسن، وقضية المسؤول العام الأستاذ أيمن مازيك ممثل ألمانيا ككل، ونختار نفتح الحوار مفتوح ثانيتين لك إخوان الرواد المسجد أبو بكر على سنوشيج الفكرة خل العمل نخدم سواء على مستوى الولاية ولا على مستوى الاتحاد الألماني ككل. طبعا ديني جل ملفات ديني ملفات التاصر زمان طبعا قضية الحجاب دائما قد حضرك الناغل لندفع حقوق المرأة المسلمة مشاتل موظفة الحجاب الناس والسلمة الناس الإسلامية، وزال على ديني جل مجموعة الولايات تكت مشاكل الإطار وقد دفع خاص بجانب دفع خاص دفع سياسي غمغ ملفات التطرف الخاص يعني في جميع أنحاء العالم غير نضيس طبيعة الحال غير نضيس الكلمة، وخصوصاً غير نحاول نشط ثروة المرء مشاهد التزمة الإسلام الوسطي الإسلام يعني المدخل بين محمد صلى الله عليه وسلم، وغير نغمي الفات أخرى يعني كل مرة يتخسى لابد أليس نسيول شنو السلم على أنه الدول النغر الإسلامية هذه المغرب مثلاً غير نغم مؤسسات تنظم الشأن الديني غير نغم وزارة الأوقاف غير نغم مجلس العلم الأغلى غير نغم المندوبيات الأمور الشيء التي نقول ما نغذي برا أوروبا وغير نغم الإنشاء، ولذلك خصنا نشين من خلال المسجد يعني انطلق المسجد نظم هيكل النط مش غير نغم الإنشاء التمثيلية مش ندافع عن حقوق النط كمسلمين ألمان ديال المرسوم يعني شنو نقيم شعب نسوال على أننا ضيوف نصدق الدول شنو نقنا مواطنين نتعيش على ريتين قادمة ندخل عين جيل الرابع المغربيين يمسلمين دي تعيشين وغير المغربيين يخصنا نحاول على انه وفق نشا الهويه نسن وفق نشا الدين نسن وفق نشا الثقافه نسن ولا اللغه نسن، وهي الامور نتحاول خصنا ندافع ودائما التدافع يتلي بين الحق والباطل ويتلي بين الخير والشر ونشي تترزيو جميعا يعني اني تبعا الموقع الريف ضياء والضيوف والاخوان كنا غير الذين مشينا ابو بكر على انه اولا واخيرا كنت عن دعاء الخير إن شاء الله باش نحقق الأمور ومن اللي نخسر حق بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا.